يسألون جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولون: هل يجوز أن نشغل المسجل أثناء الأذان في يوم الجمعة علما بأن المسجل يبث الأناشيد الدينية أو يبث القرآن الكريم؟ الاستماع للمؤذن ومتابعته والاتيان بالذكر الذي بعده هذا أفضل وآكد. فإذا سمعت المؤذن فإنك تتابعه، يعني تقول مثل ما يقول، فإذا انتهى فإنك تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا فضل عظيم. فلا تشتغل بغير هذا، لا بمسجل ولا بغيره، حتى ينتهي الأذان وينتهي هذا الذكر. هذا إذا كان مسجل على القرآن أو كان مسجل على أحاديث دينية فيها فائدة وفيها منفعة. أما الأناشيد هذه ليس فيها منفعة وإنما هي أغاني، فالواجب أن لا تشتغل مسجل عليها ولا تستمع لها، لأنها لهو وباطل وأغاني وفيها مشغلة للوقت ولا فائدة فيها إلا التمتع بالنغمات التي فيها. نعم.